بسم الله. مقاديرنا بتقول ان احنا معانا ايه؟ 3 كوبايات من الدقيق، معلقتين كبار من الشمر المجروش، وعلشان ناخد شمر ريحته حلوه جدا هقول لكم نعمل ايه علشان تبقى ريحته مميزه في العجينه. معلقه صغيره خميره فوريه، معلقه كبيره من السكر، معلقه صغيره من الملح، 3/4 كوبايه من الزيت، حليب دافي للعجن، وكوبايه سمسم محمص. مقاديرنا زي ما احنا شايفين كده سهله وبسيطه جدا، وادام كتبت في اخر المقادير حليب دافي للعجن يبقى على ما يسحب الدقيق بتاعنا. قلنا قبل كده ونوهنا 100 مره ان حسب الدقيق ما بيسحب، يعني الدقيق اللي انا بستخدمه غير اللي حضرتك بتستخدميه غير اللي حد تاني بيستخدمه. ممكن الدقيق اللي انا بستخدمه ياخد كوبايه حليب، اللي انت تستخدميه ياخد نص كوبايه، حد تاني يستخدمه ياخد كوبايتين، فبيبقى حسب كثافه القمح نفسه اللي معمول منه الدقيق. طيب هنبدا بسم الله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب الحله بتاعت العجان بتاعتنا، وطبعا لو ما عندناش عجان ما فيهاش اي مشكله خالص ان احنا نشتغل على ايدينا. هنعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الدقيق ده، الشمر المجروش ريحته مفحفحه. طب انا اخلي الشمر المجروش ما اجيبوش مجروش من عند العطار ليه؟ علشان انا عايزه ريحه الشمر وريحه الخبز وريحه المكونات اللي انا بستخدمها تبقى موجوده في البيت. بجيب الشمر صحيح وببدا ان انا انقيه كويس قوي علشان ما يبقاش فيه قش او فيه اي حاجه، وبعد كده بروح مدياله تحميصه على النار، تحميصه بسيطه خالص كده اهوت، يا دوب بس يطلع الروائح اللي فيه ويطلع الزيوت بتاعته، وبعد كده اسيبه يهدى شويه واروح مدياله جرشه في المطحنه. يعني ايه جرشه؟ ان انا اديله تكسيره بس، يا دوب بس يطلع الروائح اللي جوه، ما اخلطهوش ناعم بس. اديني كده اهو، ادي الدقيق مع السمسم مع الشمر، ادي رشه الملح، وادي السكر، وادي الخميره، كل دوت هحطه في العجان واروح حاطه عليه الزيت واقلب كله بالعجان، وبعد كده انزل بالحليب الدافي شويه شويه. حطينا مقدار الدقيق والمقادير اللي نزلت معانا على الشاشه، حطينا مقدار الدقيق، حطينا معاه الملح، حطينا الخميره، حطينا السكر، حطينا مقدار الزيت، وحطينا كمان الشمر المجروش. وعلشان يدينا روايح حلوه ننقيه كويس قوي، نجيبه سليم من عند العطار ما نجيبوش ناعم، على الطاسه كده هو التحميصه بسيطه كده ما نسيبهوش، ونروح ننشغل في اي حاجه علشان ما يتلسوعش مننا ويدينا ريحه سياط. يا دوب طلع الزيوت اللي فيه كده وطلع الروائح بتاعته، نسيبه يهدى ونروح حاطينه في المطحنه، نديله جرشه يعني كسرتين كده بالمكنه بالكبه علشان يدينا تكسيره بس، ما يبقاش ان هو معمول بودر. وبعد كده حطينا المقادير كلها على بعضها، حطينا عليهم الزيت، هبدا ان انا اخلط وانزل بالحليب الدافي علشان ينشط لي الخميره. نبدا نشغل العجان. بسم الله. بصوا كده لما حطينا الزيت، بصوا عامل ازاي، عامل زي الرملة. بصوا بسم الله، بصوا عامل ازاي، عامل زي الرملة اللي هي المبلولة. في اللحظة دي اعمل ايه؟ هنزل بالحليب الدافي شوية شوية لحد العجينة بتاعتنا ما تلم. بسم الله، هعمل حبة صغيرين كده ونشغل على العجان بالراحة. العجينة الله اكبر عليها ما شاء الله، بصوا عاملة ازاي، دي العجينه بتاعت القراقيش لما خمرت. بصوا بصوا العجينه، بصوا ناعمه ازاي. طيب بصوا هنا العجينه، انا عايزه اوريكم الفرق بين العجينتين لان ديت لسه هيتحط لها حليب. بصوا بصوا الفرق بين دي، دي اتعجنت وخدت السوائل بتاعتها كويس قوي، لكن دي لمت اهي بس، لا ناشفه قاسيه معايا. عايزه ايه؟ عايزه سنه بسيطه من الحليب وابدا ان انا اعجنها تاني، ولما تخمر هنلاقيها بالشكل اللي انتم شايفينه ده. نحط لها حبه الحليب ونشغل العجان ونبدا نشكل في اللي احنا مخمرينها. انا شغلت على العجينه سنه بسيطه كمان من الحليب، والحليب يكون دافي علشان الخميره تنشف. طيب التشكيل بتاع القرايش عندي طريقتين، يا اما الطريقه اللي انا بعملها دي ان انا بفرشها كده او بفردها بالنشابه ومن غير اي رش دقيق ولا اي حاجه. هنشوف دلوقتي هنعملها ازاي. دي الطريقه علشان نسهل علينا ونشكلها بسرعه، وهوريكم الطريقه بتاعت امي ربنا يديها الصحه بتشكل القراقيش ازاي. بصوا كده
خلوا بالكم ان هي فيها خميره، فلسه هتخمر تاني زياده او هتعلى، فنخلي السمك بتاعها رقيق علشان لما تعلى تدينا السمك اللي احنا عايزينه. هعمل كده، انا هربع كده العجينه، كل ده طبعا هيتعجن تاني ونبدا ان احنا نشكله تاني. كده اهو، كده انا سويت العجينه بتاعتنا على شكل مربع. بص السمك بتاعها عامل ازاي، هرققها سيكه صغننه كمان علشان حاضر علشان يدوب على ما تخمر تديني السمك اللي انا عايزاه. وهعمل كده، بسم الله الرحمن الرحيم، كلها مقاس واحد، واللي هيفضل هروح عامله كده اهو واخداه مع باقي العجينه كده. التشكيل اللي هو بتاعنا ربنا بيبقى عامل ازاي. وهروح جايبه صاج، عندك ورق زبده ماشي، ما عندكيش ورق زبده مش هيقولك لا، ادهنيه دهنه زيت بسيطه قوي وابدأي رصي فيه القراقيش بتاعتنا بالشكل ده كده. طيب نونا انت بتقولي ان هي فيها خميره، يعني الحجم بتاعها هيزيد، نسيب مسافه قد ايه؟ لا، هي لما الحجم بتاعها هيزيد هيزيد في العلو، هيزيد في العلو، ان هي هترتفع معانا مش هيزيد في حجمها، يعني هي هتطلع نفس الحجم اللي احنا عاملينه ده بس منفوخه. بصوا كده، نعم، عينيا الاتنين، حاضر، بنرصها كده اهو. طبعا احنا عاملين منها نسخه قبل الهوا، تعالى نشوفها يا حمزه قبل ما نحط دي. بسم الله الرحمن الرحيم، دي معموله بنفس الطريقه وبنفس التقطيعه اللي انا عاملاها دي. طب حمدي ينفع ناخد دقيقه اوريهم التقطيعه الثانيه قبل ما نطلع عشان نرجع نعمل صنف تاني؟ تسلم لي، اكيد مش هشيلهم خمسه خمسه. طب تعالى الناحيه دي نعمل التشكيله الثانيه، يلا بينا ونرص في الفصل براحتنا، سهله جدا وبسيطه. نضحك على حمدي ونعمل واحد كمان قبل ما نطلع كده. بصوا بسرعه بسرعه بسرعه، بصوا بناخد حته عجينه بنبرمها كده زي الرول. حمدي اسمعني وانا بقول نعمل بسرعه قبل ما حمدي ياخد بالنا. طيب بصوا كده، بنعمل رول وبعد كده بنبطط بالشكل ده كده، وبنقطعها. هنشيل اول حته كده، دي التشكيل اللي هو ده اللي بالقطاعه بتاعت البيتزا اللي هي المشرشره اللي هي الصغننه دي، وممكن نعملها الشكل المربع ونقطعها بالسكينه عادي. وادي الشكل اللي هو بتاع امهاتنا، بصوا اهو ده شكل محمود اهو. محمود اقول مش قلت لي محمود؟ تعرف اني ما بصدرش. ده شكل وده شكل، عايزه تعملي ده ماشي، عايزه تعملي ده ماشي. هنسوي دوت على درجه حراره 180، الفرن شغال معانا قبل ما نبدا في اي حاجه، هنحطه في الفرن ولما يطلع مش هتدهني اي حاجه معاكي. ال 180 تاني. هنحطه في الفرن في 180 عشان اللي ورانا احنا عاملينه لدرجه اعلى عشان حاجه تانيه هنعملها النهارده. هنحطه كده ما بندهنش الوش اي حاجه خالص، هنحطه لما نشوف ساعه اما يستوي كده وياخد اللون الذهبي الحلو بتاعه ونطلعه ونشوف عامل ازاي. عملنا القراقيش بالشمر وريحتها ما شاء الله عليها تحفه، جربوها ومش تندموا. ده اللي عملناه قبل الفاصل. تعالى بصي يا حمدي معايا كده، هينفع نجيب اللي في الفرن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الفرن شغال على 180 قبل ما نبدا في اي حاجه. طبعا شايفين هو مش باين قوي، بس طبعا شايفين ان هو علي، شايفين اهو من حرف الصاج ان هو علي واترفع. هنسيبه ياخد اللون الحلو بتاعه، مشغلين الفرن على درجه حراره 180. الناس اللي ما عندهاش درجه حراره والفرن بتاعها او بوتاجازها ما فيهوش درجات حراره،
هنعمله على درجة حرارة متوسطة، بنبقى شايفين النار بعينينا، درجة حرارة متوسطة قبل ما بنشتغل في أي حاجة خالص عشان الفرن يبقى سخن، عشان أول ما تحطي فيه السجاد تبدأ إن هو الخميرة تتفاعل مع الحرارة بتاعت السخونية بتاعت الفرن، ويبدأ إن هو يترفع ويستوي ويفضل مورق. لو الفرن هادي والفرن درجة الحرارة بتاعته مش عالية، الحاجة بتتكتم، بتيجي تاكليها تلاقيها بتقطم معاكي كده اهوت، ومفيش التوريقه اللي من جوه. فاديني عاملاه قدامكم وحطيته في الفرن، ولما يطلع هوريكم التوريقه والتفريغه بتاعته من جوه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. بصوا انا هنزل ده من تحت واطلع التاني فوق، علشان بصوا التاني كمان. بص يا حمدي، بص ده هنطلعه فوق علشان ياخد اللون الحلو بتاعه. بصوا لما زاد، زاد ارتفاع مش زاد مساحة او مسافة. بصوا شكله، نحطه بقى فوق علشان ياخد اللون بتاعه، ونحط ده من تحت يكمل سواه. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. بصوا كده اتحمس شوية بس شغال يعني.